وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، أي خيركم عند الله عز وجل، وخيركم في إدراك كل خير والنجاة من كل شر، إنما يكون ذلك بالخيرية للأهل. وليس هذا قصرا للخيرية في هذه الصورة، بل إن من كان خيرا لأهله كان متقيا لله عز وجل، كان حافظا لحقوق الله جل في علاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فثمة ارتباط بين صلة الإنسان بالخلق وبين صلته بالله عز وجل، فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق.